ازاي بننشئ الاي بي فيرجن 4 بيكون ازاي، وايه موضوع الاوكتتس، وايه موضوع السبنت ماسك، وازاي بنطلع نتورك ادرس، وازاي بنطلع اي بي عادي من اي نتورك ادرس موجوده، وموضوع السبنتنج، وموضوع التقسيم، يعني ان تقسم الاي بي فيرجن 4 ده الى مجموعه سبنتس. الكلام ده كله هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله. نبدا بسم الله. يعني التايتلز بتاعتنا او التوبكس هنتكلم عن الاي بي فيرجن 4 ادرس ستراكشر، هو بيتكون من ايه، ايه الاستراكشر بتاعه شكله عامل ازاي، وازاي بيستخدم الاي بي فيرجن 4 في اليونيكاست والبرودكاست والمالتي كاست، وازاي يبعت رساله من مكان لمكان باستخدام الاي بي فيرجن 4. التايبس اوف الاي بي فيرجن 4 ادريسز هيتكلم عن الانواع اللي هي البابليك والبرايفت والاي بي فيرجن 4 المحجوزه اللي هي ما بتستخدمش اساسا لا برايفت ولا بابليك. هيتكلم عن نتورك سيجمنتيشن، او بمعنى اصح اللي هو السبنيتنج، اللي هو ازاي تقسم الشبكات بتاعتك الى الشبكه الواحده الى مجموعه شبكات، بحيث انك تستفيد من الشبكه الواحده ديت انك تديها لاكثر من لان موجود عندك، وازاي نسبنت بقى الكلام ده. هيتكلم برضو ازاي لو انت عندك 16 اللي هو البريفكس بتاع الاي بي في بتاعك، البريفكس بتاعه 16 ازاي تعمله سبنيتنج، وازاي تعمل سبنيتنج لل 8 اللي هو البريفكس بتاع 8 اللي هو الكلاس ايه يعني، والسبنيتنج ازاي نميت الريكويرمنت المتطلبات اللي احنا عاوزينها عشان نعرف مثلا لو الشركه دي طالبه حاجات معينه بعدد اجهزه معينه بعدد سبنتس معينه، ازاي نشتغل على الكلام ده كله، وازاي نستخدم حاجه اسمها الفي ال اس ام اللي هو بيبدا يقسم الشبكه بتاعتك الى مجموعه شبكات بس من غير متساويه في عدد الهوستس بتاعتها. ده موضوع مهم جدا جدا هنركز عليه النهارده ان شاء الله. طيب اول حاجه هنتكلم عنها الاي بي فيرجن 4 ستراكشر. بيقول لك ان الاستراكشر بتاع الاي بي فيرجن 4 ده بيتكون من الشكل اللي انت شايفه ده كده، اللي هو بيبقى فيه جزء للنتورك بورشن وجزء للهوست، ايه الهوست بورشن. طيب بيتكون من ايه برضو؟ بيتكون من 4 اوكتيتس، ده اوكتيت على بعضه اللي هو 8 بت، وده اوكتيت وده اوكتيت وده اوكتيت. طيب الاوكتيت الواحد فيه 8 بت زي ما احنا اتفقنا. طيب انت بتكتبه كديسمال عشان يبقى سهل بالنسبه لك في القراءه، لان انت بتقرا دلوقتي 192، بس انت 192 ديت انت ممكن تترجمها الى الباينري اللي هو ايه، اللي هو بالشكل ده كده، اللي هو 128 و64، 128 و64 تمام، و168 نفس الكلام برضو تقدر تترجمها الى باينري. فده الشكل من اشكال الاي بي فيرجن 4، بيتكون من 4 اوكتيتس، وبيبقى فيه جزء للنتورك بورشن اللي هو بيحدد الشبكه او الاب بتاع الشبكه دي او الفازر يعني، وده الابن اللي هو ايه من الفازر ده. ماشي، زي ما قلت دلوقتي انت عندك اب اسمه علي وعنده ابن اسمه احمد ومحمد وابراهيم. طيب يبقى الاسم اللي اسمه علي ده بيبقى ثابت على طول، في اسم الاب بيبقى ثابت، لكن اسم احمد ومحمد وابراهيم بيبقى ايه، بيتغير كل شويه. يعني لو عاوز اقول احمد علي، محمد علي، ابراهيم علي، فعلي ده ثابت اللي هو ايه بالنسبه لنا، ده ايه، ده النتورك، ايه النتورك بورشن. الهوست بورشن ده الاسم بتاع الايه، بتاع الطفل نفسه او الطالب نفسه. طيب فبيقول لي هنا الاي بي فيرجن 4 ادرس از 32 بت، عارفين ده 8 وده 8 و8 و8، يبقى كله على بعضه عباره عن 32 بت. ماشي، when determining the network portion versus the host portion you must look at the 32 بت ستريم. يعني انت بتبص على ال 32 بت ستريم دول، بتبدا تقسم جزء للنتورك وجزء للهوست، وطبعا كل ما بتزود في البيتس بتاعه النتورك بيجي على حساب مين؟ بيجي على حساب الهوست، وكل ما تزود في البيتس بتاعه الهوست بيجي على حساب الايه، النتورك. فالعلاقه هنا عكسيه وليس يعني مش قصاد بعض، العلاقه دلوقتي عكسيه، فحاجه هتزيد الثانيه هتقل. طيب سبنت ماسك ده از يوز تو ديتيرمين ذا نتورك اند هوست بورشنز. في مفهوم اسمه السبنت ماسك ده بيستخدم عشان نعرف هو مين الجزء اللي هو النتورك ومين الجزء اللي هو الهوست، وهنعرف دلوقتي ازاي بنعمله بكالكوليشن، ازاي نحسبه بعمليه اندنج، يعني عشان نعرف بالظبط النتورك ادرس ده يبقى عباره عن ايه. ماشي، او عشان اطلع نتورك ادرس من الاي بي كله على بعضه. تمام، طيب فبيقول لي هنا انت عندك، لو انت عندك اي بي فيرجن 4 بالشكل ده كده اللي هو 192 168 10 و10 تمام، وعندك السبنت ماسك بتاعك اللي هو 255 255 255 0. السبنت ماسك ده هو عباره عن مفهوم بيستخدم عشان اقدر اجيب النتورك ادرس. طيب اعمل ايه عشان نجيب النتورك ادرس؟ هعمل عمليه اندنج ما بين الاثنين دول، اندنج ما بين الاي بي فيرجن 4 ادرس وما بين السبنت ماسك. طيب لو انا عملت اند دلوقتي فكل ده بواحد، يعني 255 يعني 8 وحايد، 255 8 وحايد، و255 8 وحايد،
فطبعا ده لما ينضرب في الجزء اللي فوق ده كله فهينزل زي ما هو بالظبط، هينزل هنا ايه زي ما هو بالظبط هنا الجزء بتاع النتورك يعني. طيب لو انا ضربت بقى الزيروز دي كلها فاي رقم ايا كان الرقم اللي فوق ده هيطلع بزيروز برضه، فده بيحدد له او ده هينزل زي ما هو بالظبط، اللي هو الجزء اللي فوق ده هينزل زي ما هو تحت. هيبقى عندك 192 و168 و10 و0. يبقى انا عرفت دلوقتي النتورك ادرس بتاعتي اللي هي عباره عن 192 168 10 ايه 10 0. يبقى انا لو معايا الاي بي فيرجن 4 او ايا كان الاي بي اللي موجود معايا ومعايا سبنت ماسك، اقدر من خلال الاثنين دولت اجيب الايه اجيب النتورك ادرس بتاعي. فبيقول لي هنا to identify the network and the host portions of an IP version 4 address, the subnet mask is compared to the IP version 4 address bit for bit. تبدأ تقارن كل بت من الـ IP version 4 بكل بت من الـ subnet mask، أو بمعنى صح بتعمل عملية ending. فلما تعمل عملية ending الناتج اللي هيطلع في الآخر هو ده network address بتاعك. يبقى كده subnet mask ليه أهمية كبيرة جدا، إن هو بيعرفني network address أو عنوان الشبكة بتاعتي عبارة عن إيه بالظبط. ماشي؟ فهنا بيقول لك عشان تجيب بقى الـ actual network address لازم تستخدم عملية الـ ending ما بين الـ IP version 4 address والـ subnet mask اللي انت ايه اللي هو معاك دلوقتي. طيب تعالى نعرف دلوقتي هو الـ subnet mask ده اصلا لو انا عملته بالشكل ده كده يعني ايه. يعني لو انا عملت هنا 255.0.0.0 معناه ان عندي 8 وحايد اللي هو يعبر عن الـ 255، والـ 0 ده بيعبر عنه 8 اصفار، والـ 0 الثاني 8 اصفار، والـ 0 الثالث 8 اصفار. طيب ده معناه ايه؟ ده في شكل تاني بيعبر عن السبلت ماسك اللي هو البريفكس، حاجه اسمها البريفكس لينس. البريفكس لينس بتحسب عدد الوحايد الموجوده في سبلت ماسك وتحطها بعد السلاش. يبقى كده ده بالنسبه لنا ده سلاش 8، يعني بنفس الايه بالشكل ده كده بالظبط، كانك بالظبط بتعبر عن القيمه دي كلها على بعضها، او السبلت ماسك ده بتعبر عنه بسلاش 8 زي ما احنا شايفين كده. طيب لو احنا عندنا سبلت ماسك اللي هو بيبقى فيه 255.255.0.0، يبقى 255 تعبر عن 8 وحايد، وده هيعبر عن 8 وحايد، والزيرو فيها 8 اصفار، وده 8 اصفار لان ده باينري طبعا، وده ايه وده ديسمال. ماشي؟ طيب يعد عدد الوحايد الموجوده هنا في الادرس ده كله هتلاقيهم 16. يبقى كده بنعوض عن السبنت ماسك ده بسلاش 16. يعني انا ممكن اكتب السبنت ماسك بتاعي اللي هو الباك سلاش 16 او 255.255.0.0 تمام كده. طيب نفس الكلام لو انا خدت الثلاثه دولت مع بعض، يبقى انا عندي هنا ايه كام واحد 24. طيب لو انا عندي 24 يبقى ايه، يبقى انا عندي 24 جزء اللي هو خاص بالنتورك ادرس. ماشي؟ وده الخاص الجزء بالهوست ايه بالهوستس بتاعتي اللي هي موجوده عندي في الشبكه. طيب بنعبر عن السبنت ماسك ده ازاي؟ بسلاش ايه باك سلاش 24. طيب لو انا خدت واحد، لو انا خدت واحد من الهوست ده يبقى كده بقى عندي كام واحد؟ بقى عندي 25. طيب يبقى لي كام بت للهوست اللي هم السبعه دول؟ تمام كده. طيب لو انا عملت بورو الاثنين يبقى انا عندي الباك سلاش بقى 26. ماشي؟ وبقى لي بس ست ايه ست خانات لمين؟ للهوست. تمام كده. طيب نفس الكلام بقى وانت ماشي لحد ما توصل ل 30، هتلاقي ان انت عندك 2 زيروز بس خاصين بالهوست، والباقي كله ايه ده السبنت ماسك بتاعك اللي هو بيحدد لك النتورك ادرس بتاعتك. ماشي كده يا شباب. طيب فبيقول لي هنا البريفكس لينس از ذا ليس كومبرسام ميثود يوزد تو ايدنتيفاي سبنت ماسك ادرس. البريفكس ده اللي هو لو انت شفت سلاش 8 دي في اي حته في الدنيا، اعرف ان انت عندك الجزء اللي هو الثمن وحيد اللي على الشمال، او الثمن اجزاء او اول اوكتت موجود عندك في الاي بي بتاعك، هو ده عباره عن ايه؟ هو ده عباره عن النتورك ادرس بتاعتي. ماشي؟ لو شفت سلاش 16 يبقى انت عندك اول 16 بيت في النتورك في الاي بي بتاعك هو ده عباره عن الايه؟ النتورك ادرس بتاعي، وهكذا. عمليه الاندنج بيشرحها لك تاني، بيقول لك لو انا عندك اي بي فيرجن 4 ادرس والسبنت ماسك بالشكل ده كده، اعمل عمليه اند هيطلع لك الايه الناتج بتاعك بالشكل ده كده. فانت لو عندك الاي بي بتاعك لو 192.168.10.10 ومعاك الايه السبنت ماسك بتاعك اللي هو 255.255.255.0، اعمل اندنج ما بين الاثنين. طبعا الاند اللي هو ايه ما بيطلعش واحد الا لما يكون الاثنين وحايد. لو في بقى زيرو او في واحد في ايه في الكومبينيشنز بتاعتك فبيطلع الناتج بتاعك زيرو، يعني لازم يكون الاثنين بواحد عشان يطلع الناتج بتاعك ايه؟ الناتج بتاعك بواحد. فنعتبرها بالظبط عمليه ضرب يعني. ماشي؟ دي الرولز بتاعتك اهوت. ده الرولز بتاعت اللوجيك يعني اللي هو واحد اند واحد يطلع لك واحد، وانت هنا لو عندك زيرو وواحد يطلع لك زيرو، لو عندك واحد وزيرو يطلع لك زيرو، لو عندك زيرو وزيرو هيطلع ايه؟ زيرو. طيب. هنا بقى نبدا نتعرف ازاي مفهوم جديد بقى حاجه اسمها ايه؟ لو انت عندك
اي بي، او انت عندك نتورك ادرس مثلا، نتورك ادرس ماشي تمام، اللي هو مثلا 192.168.10.0. انا خلاص عرفت نتورك ادرس بعد ما كان معايا اي بي، انا كان معايا اي بي وكان معايا سبنت ماسك، فعرفت منه النتورك ادرس بتاعي. طيب النتورك ادرس ديت انا عاوز اطلع منها ثلاث حاجات، عاوز اطلع منها حاجه اسمها الفيرست ادرس، واطلع منها حاجه تانية اسمها اللاست ادرس اللي هو اول عنوان، اول اي بي هياخده الهوست او اي هوست يعني هياخده في الشبكه دي، واخر اي بي هياخده الهوست والاي بي بتاع كمان مين بتاع البرودكاست. لو انا عاوز ابعت للناس كلها الموجوده عندي في الشبكه استخدم انهي ايه، انهي اي بي. طيب انا عندي دلوقتي يا شباب اللي هو 192.168.10.0/24. طيب 24 يبقى انا عرفت خلاص السبنت ماسك بتاعي بالشكل ده كده، لان اصلا انا بستخدم السبنت ماسك مع الاي بي عشان اجيب النتورك ادرس ده. طيب الفيرست اي بي ادرس من النتورك ادرس دي بكل بساطه هزود واحد على الايه، على الجزء اللي هو خاص بالهوست. يعني انت عندك دلوقتي 24، فانت مش هتيجي ناحيه ال 8 دولت ولا دول ولا دول، مش هتيجي ناحيه ال 192 ولا 168 ولا 10. كل ما عليك هتزود واحد على النيتورك ادرس الموجود عندك في الخانه بتاعه الهوست، فهيطلع اول فيرست ادرس اللي هو 192.168.10.1 10 واحد ماشي. ده اول ايه، اول ادرس هياخده اي هوست موجود عندك في الشبكه دي. طيب اللاست ايه بقى، اللاست ادرس هنعرف الكلام ده ازاي؟ انت عندك دلوقتي كام بت باقيه للهوست؟ عندنا 8 بت باقيين للهوست، لان 8 و24 يديك ايه، يديك 32، هم كلهم 32 على بعض. طيب في قانون كده بيجيب لك عدد الهوستس اللي المفروض تبقى موجوده عندك في الشبكه كلها تمام. القانون ده بيقول ايه، بيقول 2 اس ايه، 2 اس ان ماينس 2. طيب 2 اس ان ده ان ديت اللي هي مين اصلا، اللي هي عدد البيتس بتاعت الايه، بتاعت الهوستس اللي هو 8. يبقى 2 اس 8 ماشي ناقص 2، 2 اس 8 اصلا ب 256 ناقص 2 يديك 204 وايه، 254. يبقى المفروض 254 ده هو ده اخر هوست هياخده ايه، هياخده او اخر اي بي هياخده اي هوست موجود عندي في الشبكه تمام. طب ليه احنا طرحنا 2؟ حد يقدر يقول لي ليه احنا طرحنا 2؟ واحد للنتورك اي دي او النتورك ادرس، واحد للبرودكاست. بالظبط كده. انا دلوقتي عندي يا شباب عندي هنا النتورك ادرس بتاعي اهو اللي هو 192.168.10.0، ده النتورك ادرس بتاعي، وخلي بالك ان ده اول ادرس موجود عندي على فكره، بس انا بستخدم اول ادرس ده بستخدمه كنتورك ادرس يعني عنوان الشبكه بتاعتي. انا ببدا من زيرو، ما ببداش من واحد ماشي، وبننتهي عندي 255. طيب 255 ده اللي هو بتاع مين اصلا؟ ده بتاع البرودكاست. يعني انا عاوز ابعت للناس كلها اللي موجوده في الشبكه دي هستخدم الاي بي ده اللي هو 192.168.10.252. طيب ليه وقفنا عند 255 وما قلناش ليه 256؟ لان هنا احنا بنبدا من زيرو، يبقى من زيرو لحد 255، يبقى دول كلهم اصلا على بعض 256 ماشي. لكن بالفعل ال 8 بت لو انا جيت احولها هتلاقي ان الناتج بتاعك 256 اللي هو 2 اس 8 يديك 256، بس انا بنقص منها 2، واحده للنتورك ادرس زي ما احنا عارفين كده، وواحده للبرودكاست اللي هي ايه، اللي هي في الاخر دي. طيب يبقى اللاست ادرس بتاعي اللي هو 254 ماشي تمام، وسلاش طبعا 24 زي ما احنا ايه، زي ما احنا عارفين. وطبعا اشتغلنا في الجزء بتاع 8 بيت اللي هم في الهوست بس، لان احنا عارفين ان السبنت ماسك بتاعي هو اللي قال لي كده، السبنت ماسك بتاعي قال لي ما تجيش ناحيه الجزء بتاع نتورك ادرس اللي قدام ده. ليه؟ لان ليه يا عم الحاج؟ عشان انت حاطط لي هنا ايه 24، ف 24 معناها ان انت عندك 24 بيت خاصين بالايه؟ بالنتورك بالنتورك بورشن، اما في 8 بيت بس خاصين بالايه؟ خاصين بالهوست بورشن ماشي كده؟ اتمنى ان الدنيا دي تكون ايه؟ مفهومه. طيب يبقى انت لو عندك مثال بالشكل ده كده، عندك سويتش وعندك راوتر مثلا وعندك مجموعه اجهزه. طيب السويتش ده انا عاوز اركب الناس دي كلهم، الناس دي كلهم لازم ياخدوا اي بيهات من نفس الشبكه، وبرده الانترفيس اللي متوصل على الراوتر دي لازم تاخد اي بي من نفس الشبكه تمام. طيب يبقى اول اي بي ممكن اديه لاي جهاز فيهم اللي هو ايه، اللي هو 192.168.10.1، والرينج بتاعهم بقى من 1 لحد 254 ممكن يتوزع على الناس الموجودين عندنا هنا دول ماشي. لكن ما ينفعش ولا واحد فيهم ياخد اي بي اللي هو 255. امتى استخدم الاي بي اللي هو 255؟ لما اكون عاوز ابعت لكل الناس اللي موجوده عندي في الشبكه، لكل الاجهزه دي لو انا عاوز ابعت لها ايه، عاوز ابعت لها رساله واحده بس، استخدم النتورك ايه، الاي بي ده اللي هو 255
ماشي كده يا شباب. الاي بي فيرجن 4 يونيكاست وبروكاست وايه مالتي كاست. بيقول لك الكلام ده احنا قلناه قبل كده يعني. بيقول لك لو انت استخدمت الاي بي عاوز ابعت يونيكاست فانت المفروض يكون عندك سورس اي بي ادرس وديستنيشن اي بي ادرس. طيب السورس اي بي ادرس مثلا اللي هو 172.16.41 على سلاش 24، عاوز اوصل للديستنيشن اللي هو 172.16.4.253، مفيش اي مشكله. طيب انا دلوقتي عندي اللي هو 172.16.4.1 اهو، تمام. عاوز اوصل لل للاي بي اللي هو 253، ف 253 موجود عندي اللي هو بتاع الطبعه بس، لان انا موجود في نفس اللان دلوقتي، فالرساله هتيجي على او الفريم بتاعي هيجي عند السويتش، فالسويتش طبعا هيفتح الماك ادرس تيبل وهيشوف الايه، هيشوف ال خلي بالك دلوقتي يا شباب في حته هنا ممكن تكون تايه عنكم شويه. انا دلوقتي طالما انا باعت رساله فيها اي بي، فالمفروض الرساله دي هتروح للسويتش وبعد كده تروح للراوتر، ماشي. وبعد كده الراوتر هو اللي يعمل لها راوتنج. ليه؟ لان انا باعت باكت، انا باعت باكت فيها اي بي دلوقتي اللي هو 172.16.4.0، ماشي، وديت ايه، ودي 253. فالمفروض دلوقتي لو انا شغال بالاي بي هات يعني بالاي بي فيرجن 4، الرساله بتروح للراوتر الاول، بعد كده الراوتر هو اللي بيبدا يعمل لها راوتنج، يبعتها تاني للسويتش، والسويتش بعد كده يبعتها لمين؟ يبعتها للشخص ده، ماشي كده. طيب فده بيقول لي ايه، ان فور اكزامبل يعني بي سي اللي هو ده بي سند يونيكاست. يونيكاست يعني ايه؟ يعني رساله واحده بس لشخص معين بعينه، فبيبعتها لايه، الشخص التاني اللي هو بتاع الطبعه ده، ماشي، ما بدون اي مشكله. طيب البرودكاست يعني ايه؟ برودكاست يعني انا بستخدم اي بي اللي هو ده اللي هو 255 255 255 255، كل كده انا ببعت لكل الناس الموجوده عندي في اي يعني في اي حاجه انا متصل بيه. يعني مثلا السورس بتاعي اللي هو 172.16.4.1 اللي هو ده، خلي بالك ان الاي بي ده اللي هو الديستنيشن ده بتبعت لكل الناس اللي موجوده عندك في الشبكات اللي في موجوده في العالم كله اللي هو 255 255 255 255، ده معناه كل الاي بي هات اللي هي اي بي فيرجن 4 كلها. طيب لو انا عاوز اخصص حد معين موجود في شبكه معينه، يبقى انا المفروض اقول له 172.16.4.255 زي ما احنا اتفقنا ايه في البودكاست ادريس، ماشي. فدي غلطه على فكره يعني، دي المفروض تكون محدده بايه، ب 172.16.4.255 عشان يروح لكل الايه، لكل الناس اللي موجوده عندك في الشبكه دول، ماشي، بما فيهم كمان الراوتر، لان الراوتر متصل بايه، بالسويتش، واخد اي بي من نفس الشبكه دي، ماشي. فانا لو عاوز ابعت لحد من الناس الموجودين حواليا كلهم، فانا هبعت باستخدام البرودكاست اي دي اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه من شويه، اللي هو البرودكاست اللي احنا لسه مطلعينه هنا ده، ماشي. لان باخد الاي بي وايه، ويبقى في الاخر 255 عشان اوصل لكل الناس الموجوده عندي في الشبكه بتاعتي. لكن انا عاوز اوصل لكل الاي بي هات الموجوده في العالم كله، فهقول له زي ما هو كاتب كده 255.4.255 زي ما انتم شايفينها كده. طيب مالتي كاست يعني ايه؟ انت بتحدد جروب معين من الـ من الـ الاجهزه اللي انت عاوز توصل لها الرساله بتاعتك. طيب هتحدد الجروب ازاي؟ انت كل طبعا كل جهاز من ده واخد اي بي عادي. طيب بيقول لك في في تركايه كده، انت ممكن تيجي على مجموعه اجهزه من دول، يعني مثلا الجهاز ده والجهاز ده، وتحط له جروب اسمه 224.10.10.5، والجروب اهو 224.10.10.5 ده خلاف مين؟ ده خلاف الاي بي بتاعه اصلا، يعني الاي بي بتاعه اساسا 172.16.4.4 وده 172.16.4.4. طيب في عندك خاصيه ثانيه اسمها الجروب اللي هو الاي بي جروب. فانا لو عملت الجروب ده هو نفس الجروب ده، وجيت ابعت الرساله من الشخص ده للجروب اللي انا بدور عليه اللي هو 224.10.10.5، هيروح للناس دول بس اللي هم عاوزين، ما اللي هم عاوزين الرساله دول بس فقط لا غير، ماشي. يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده حددت ناس بعينهم، وده ما يسمى بالمالتي كاست، لان المالتي كاست بيحدد اكتر من ديستنيشن عشان اقدر اوصل له وابعت له الرساله بتاعتي. يبقى ده ايه، ده النوع الثالث. حد بيسال؟ معلش يا باشمهندس لو سمحت، هو يعني هو الديستنيشن في كذا اي بي؟ معلش بس الحته دي تاني. لا هو الديستنيشن بياخد اي بي عادي جدا زي ما انت شايف كده اللي هو 172.16.4.3. وفي خاصيه كمان في الاي بي كونفيجريشن، في حاجه اسمها الجروب، في حاجه اسمها الاي بي جروب. لو انت عاوز تحط الجماعه دولت في جروب لوحده، بتدي لهم رقم لازم يكون الاثنين نفس الرقم اللي هو 224.10.10.5، و224.10.10.5 ده جروب بقى، ده الاي بي جروب، ماشي.
يبقى الاثنين دولت بنفس الرقم بالظبط بس مش في نفس المكان بتاع الاي بي ده، بيبقى في خانه تانية كده تمام. طيب لما تيجي تبعت لهم بقى، تيجي تبعت لهم من الجهاز، هتبعت الديستنيشن بتاعك لازم يكون مكتوب اسم الجروب اللي هو الاي بي بتاع الجروب، مش الاي بي بتاع الشخص نفسه او مش الاي بي بتاع الجهاز نفسه، لا انت بتكتب الاي بي بتاع الجروب بس. طيب الاي بي بتاع الجروب ده اللي هو 224.10.10.5 اللي هو نفس الاي بي الاي دي الاي بي بتاع الجروب الموجود هناك عشان يقدر يوصل للناس دول بس. يبقى ده ايه؟ ده المالتي كاست. في مشكله كده؟ لا شكرا تمام. انت بتعرفه، انت بتعرفه كانك بتعرف اي بي بالظبط، فبتدي له الاي بي الاساسي بتاعه وبتدي له الاي بي جروب لو انت عاوز تدي له ايه، لو انت عاوز تحطهم في الجروب يعني ماشي. طيب انواع الاي بي فيرجن 4 ادريسز، عندك ثلاث انواع. الاي بيز بتاعتك ديت بتبقى في عندك برايفت ادرس رينج. يعني ايه برايفت ادرس رينج؟ يعني ما ينفعش الارقام دي او الاي بي هات ديت تطلع جلوبالي، ما ينفعش حد يستخدمها كبابليك اي بي، ما ينفعش اي حد يطلع بيها على الانترنت. طيب اللي هي مين؟ لازم تكون عارفها، لازم تكون حافظها، اللي هم بيسموها البرايفت ادريسز، ارقام بلوكس اوف ادريسز، يعني عباره عن مجموعه ادريسز used by most organizations to assign IPv4 addresses to internet to internal hosts. يعني بتستخدم داخليا في الشركه او في الكليه او في البيت او ايا كان المكتب اللي انت قاعد عليه، وبعد كده بتستخدم بقى one real IP او one public IP عشان تطلع على الانترنت. اللي هو بيستخدم حاجه اسمها النات. وليه اصلا عملوا الجزء بتاع البرايفت IP ده؟ لان الاي بي هات بتاعه IPv4 مش مقضيه دلوقتي. الاي بي هات بتاعه فيرجن 4 4 مليار وشويه، واحنا كبشر 7 مليار ايه شويه كده. طيب هل الشخص الواحد، هل الشخص الواحد مننا محتاج اي بي واحد؟ لا طبعا. ان يعني انت معاك دلوقتي معاك تليفون لازم يكون عليه اي بي، ومعاك لابتوب لازم يكون معاه اي بي، ومعاك مثلا ساعه الكترونيه لازم يكون عليها اي بي، معاك مش عارف ناس دلوقتي بقى بدات بقى التكنولوجيا دلوقتي متطوره كمان في الاجهزه المنزليه، بقى التكييف عليه اي بي، بقى المراوح على اي بي، بقى مش عارف التلفزيون عليه اي بي، الشاشه بتاعتك اللي تدخل على الانترنت دي بقى على اي بي. يبقى كل حاجه دلوقتي الشخص الواحد ممكن يشيل 5 6 اي بي كده لوحده. فهل ال 4 مليار يقضوا ال 7 مليار شخص الموجودين في العالم؟ لا طبعا. فبيستخدموا تكنولوجيا اسمها النات. يبقى انت في البيت كله اللي انت قاعد فيه ده انت معاك ريال اي بي واحد بس، اللي هو جلوبال اي بي واحد، اللي هو جلوبال او ايه او ريال اي بي واحد فقط لا غير. طيب انت بقى وانت واخواتك ووالدك ووالدتك وكل الناس اللي بتيجي تزورك كل ده يقول لك دخل لي الواي فاي بتاعك. فطبعا الناس دي كلها ممكن يعني 20 25 واحد معاهم نفس الايه نفس الاسم بتاع الواي فاي بتاعك، فده مش بالضروره ان كل واحد من ده هياخد ايه هياخد ريال اي بي، لان طبعا مش هيقضي. فكلهم داخلين على ريال اي بي واحد فقط لا غير، اللي هو مثلا يعني ايا كان الرقم، يعني اللي هو 200 مثلا 210 10 1 مثلا ماشي. فده ريال اي بي بتاعك اللي هو ايه اللي هو مستخدم عندك في البيت كله، اللي انت حجزه من الاي سي بي، حجزه من الشركه بتاعه وين مثلا ماشي، وبتدفع له كل شهر ايه الفلوس بتاعته. طيب مين اللي بيطلعك بقى على مين اللي بيوزع الريال اي بي ده على الناس اللي هم ال 25 واحد اللي عندك في البيت دول؟ تكنولوجي اسمها النات. النات دي بتعمل حاجه اسمها ترانسليشن فروم البرايفت اي بيز الى الريال اي بي. طب ايه البرايفت اي بي ديت؟ الجهاز بتاعك انت بقى ماشي بيبقى واخد ايه، بيبقى واخد برايفت اي بي، والجهاز الثاني اللي هو جنبك ده وجهاز اخوك وجهاز مش عارف مين، كل الاجهزه دي تبقى واخده ايه، تبقى واخده برايفت اي بيز من الرينج ده اللي انت شايفه ده، اللي هو من رينج من 10 لحد 10 255 255 255، وبدءاً كده من بعد كده من 172 16 لحد 172 16 172 31 255 255 192 168 لحد 192 168 255 255. يبقى هو بيعمل حاجه اسمها ترانسليشن فروم برايفت ادريسز اللي هو الرينجات دي كلها ل 1 ريال اي بي اللي هو ايه اللي انت مأجره اصلا من الشركه ماشي كده يا شباب. طيب يبقى البرايفت ادريسز ديت لازم تكون لها اهميه ولازم تستخدم. تستخدم في ايه؟ بتستخدم في الانترنال اورجانيزيشنز، وعشان تطلع الناس دي تطلع على الانترنت بتطلع بايه؟ تكنولوجيا اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها النات. طبعا لما ظهر الاي بي فيرجن 6 ما بقاش بالمشكله دي موجوده، لان الاي بي فيرجن 6 اساسا هو عباره عن 128 ايه؟ 128 بت. وانت لو جيت تقول 2 اس 128
عشان يديك عدد الهوستس بتاعتك هتلاقي اندشليون حاجات كده، ارقام يعني ايه اعداد كبيره جدا عن العدد اللي هو 7 مليار ده بمراحل متعدده يعني. طيب يبقى ديت الرينجز بتاعه البرايفت اي بيز اللي انت المفروض تكون حافظها وعارفها كويس جدا، لان الحاجات دي بتيجي في الامتحان بتاع الايه بتاع السيسكو يعني. طيب بيقول ان برايفت اي بي فيرجن 4 ادريسز ار نوت يونيك، يعني هي مش محدده لشخص معين. يعني انت مثلا موجود دلوقتي في الشركه، انت حطيتها على الجهاز بتاعك، ممكن شركه جنبك شخص تاني يحطها على الجهاز بتاعه، انت في البيت تحطها على الجهاز بتاعك، نفس الاي دي عادي جدا، لان ده اساسا ما بيطلعش ايه ما بيطلعش بره، ده بيحصل له ترانسليشن لريال اي بي ماشي. فديت الايه دي الاشكاليه او ده الموضوع يعني، عشان يقول لك يعني لو انت كررته في اي مكان عادي جدا ما بيحصلش ايه ما بيحصلش اي مشكله، لانه اساسا هو ما بيطلعش بره. طيب however private addresses are not globally routable، يعني ما بيحصلش حاجه اسمها routing، ما تمشيش اساسا في الراوتر عشان حد يوصلها من مكان لمكان. يبقى ديت الميزه بتاعتنا ان هي ايه بتبدا بنستخدمها عشان نشوف الاجهزه الموجوده عندنا في الشركه. مثلا الشركه كلها مأجره 2 ريال اي بي بس، يعني 2 بابليك اي بي بس فقط لا غير من اي اس بي، وكل الناس اللي شغالين في الشركه دي كلهم بيطلعوا على على 2 بابليك اي بي دول بس. لكن كل الاجهزه الموجوده عندك في الاجهزه الموجوده عندك في الشركه كلها واخده برايفت ايه برايفت اي بي، عشان تقدر توفر في عدد الاي بي فيرجن 4 ديت، بحيث ان هي ايه ان هي ما تخلصي. هي طبعا خلصت يعني، بس ايه هم حلوها دلوقتي بالكو اكزيستنس اللي هو الوجود بتاع الاي بي فيرجن 6 معاها يعني ماشي. طيب بيحصل راوتنج للانترنت اللي هو او جاب الموضوع بتاع النت اهوت اللي لسه كنت بكلمك عليه، اللي هو دلوقتي انت عندك جهاز النتورك بتاعه مثلا 10.0.0.8، ده برايفت اي بي وده برايفت اي بي وده برايفت اي بي. الناس دول كلهم عشان يطلعوا على الانترنت لازم يحصل لهم ايه، لازم يحصل لهم حاجه اسمها ترانسليشن، فعشان كده بيستخدم حاجه اسمها النت ماشي، اللي هو النتورك ادرس ترانسليشن. فبيقول لي هنا اس تيبيكالي انيبلد اون ذا ايدج راوتر، بيحصل الكلام ده على الراوترات اللي هي متوصله بالاجهزه ماشي، وبيحصل ترانسليشن للبرايفت اي بي لبابليك اي بي او جلوبال اي بي. كل دي اسماء الاسم بتاع الايه الاي بي اللي هو بيطلع على الانترنت، اسمه بابليك او جلوبال او ريال ماشي، عشان لو شفتوه في اي في اي مكان يعني. طيب سبيشال يوز اوف اي بي فيرجن فور ادريسز، بيقول لك ان في حاجه اسمها لوب باك. اللوب باك ده هو عباره عن رينج كده من الاي بيهات بيستخدم عشان الوب على نفسي، يعني اعمل بينج على نفسي انا. طب حد بيعمل بينج على نفسه؟ طب ليه؟ ليه بقى؟ يقول لك يوز ذا اون هوست تو تيست سي بي اي بي از اوبريشنال، يعني مثلا بقى ايه حاطط لوكال هوست عندي على الجهاز، فما اشوف لو انا بعت رساله لنفسي هل الجهاز بتاعي او هل المشين بتاعتي هترد عليا ولا لا، عشان لو انا دخلتها بعد كده على الانترنت ايه ابقى متاكد ان هي بتبعت وتستقبل عادي جدا. يبقى انا لو استخدمت اي اي بي في الرينج ده يبقى انا كاني ايه بلوب على نفسي انا، اللي هو 127.0.0.1 لحد 127.255.255.254، يبقى ده ايه؟ ده اللوب باك ادريسز. طيب في نوع تاني اسمه اللينك لوكال ادريسز، اللي هو بقى الرينجات الباقيه دي اللي بتستخدم ايه؟ بتستخدم في الاوتوماتيك برايفت اي بي ادريسنج، اللي هو لو تفتكر لو انت مش عاوز تشغل بالك ازاي تحط اي بي على الجهاز بتاعك، ممكن تستخدم سيرفيس اسمها دي اتش سي بي، اللي هو ايه؟ الديناميك هوست، اللي هو بيحط لك السيرفر ده اللي هو اللي بيحط لك ايه؟ بيحط لك الاي بي اوتوماتيك، انت ما بتتدخلش فيه. فهو بيبدا يختار من الرينجات دي. يعني انت لو عملت انيبل للدي اتش سي بي على الجهاز بتاعك هتلاقيه بيختار اي بي من ايه؟ من الايه؟ الرينجات اللي موجوده دي، اللي هي 169.254.0.1 لحد 169.255.255.254. ماشي كده؟ طيب. هنيجي بعد كده بقى يقول لك ايه؟ في مفهوم اسمه ليجاسي كلاسفول كلاسفول ادريسنج، اللي هو بيبدا يقسم مجموعه الاي بي هات دي الى مجموعه كلاسز زي ما احنا شايفين كده، كلاس A وكلاس B كلاس C كلاس D كلاس E. طيب اشهر انواع موجوده عندنا اللي هو كلاس A وبي وسي، دولت بيستخدموا في الايه؟ بيستخدموا في حاجات خاصه بايه؟ ان هم مثلا بيتستوا على حاجات معينه عشان يشوفوا ايه كونكتيفيتي، يشوفوا حاجات من ديت، ما فيش حد بيستخدمهم يعني ايه في الـ في 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 الريال وورلد يعني. طيب عندنا دلوقتي كلاس A، كلاس A ده ليه شكل معين، ليه بريفكس معين، سبت ماسك معين زي ما احنا شايفين كده. كلاس A ده بيبدا من 0000/8 تو 127.0.0.8. يعني ايه سلاش 8؟ يعني بيشتغل الجزء الاول اللي هو الاوكتت الاولاني على الشمال، ده عباره عن نتورك ايه؟ النتورك بورشن، والجزء الباقي كله ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الايه؟ الهوست بورشن. يعني ايه برضه؟ يعني ايه 8 بت خاصين بالنتورك ماشي؟
اللي هو بيبقى فيهم، يعني لو انت جيت تحسبها كده هتلاقي فيهم اللي هو 256 نتورك، لان في قانون بيحسب عدد الايه، عدد النتوركس. قانون بتاع عدد نتوركس اللي هو عدد 2 اس ايه، 2 اس ان، ان ده اللي هو عدد مين، عدد البيتس بتاعت مين، بتاعت النتورك. طيب والقانون التاني اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه اللي هو 2، خلينا بقى ايه 2 اس اتش بقى، 2 اس اتش ناقص 2، يبقى الاتش ده اللي هو عدد البيتس بتاعت الهوست، وده عدد البيتس بتاعت الايه، بتاعت النتورك. طيب هنا اصلا 2 ليه؟ لان احنا قلنا هنا في واحده للنتورك وفي واحده للبرودكاست، لكن هنا مفيش حاجه اسمها نتورك وايه وبرودكاست، ده بيبقى ايه، ده بيبقى جزء خاص بالنتورك نفسه اللي هو بنتورك ادرس. طيب يبقى انا دلوقتي عندي هنا احتمال اللي انا احط هنا من 0 لحد 256، بس خلي بالك هو قال لك الرينج بتاعك لحد 127 بس، يبقى دلوقتي كلاس A واخد من 0 0 0 0 لحد 127 0 0 0 ايه 0، ماشي كده يا شباب؟ طيب كلاس B يبدا من كام؟ بيبدا من 128، بس خلي بالك بقى 128 لحد 191 255 0 0. خلي بالك هنا سلاش 16، ليه سلاش 16؟ لانه خد الجزء ده، الجزئين دول على بعض اللي هو الاثنين اوكتت دول، خدهم هما النتورك ايه، هو النتورك بورشن بتاعي، ماشي كده يا شباب؟ طيب بعد كده بدا من اول 191 زود عليها واحد عشان يبدا كلاس سي اللي هو 192، بعد كده 0 0 0، وبعد كده لحد 223 255 255 0، وبس ده سلاش كام؟ سلاش 24. يعني ده معناه ان الجزء ده كله هو النتورك ايه، النتورك بورشن، والجزء الباقي ده هو ايه، هو الهوست، ماشي كده؟ طيب كلاس دي بقى اللي هو بيبدا من 224 لحد 239، والكلاس اي اللي هو من 240 لحد 200 ايه 255. طبعا ديت كلاسز بتستخدم فور تيستينج، اما الكلاسز دي هي اللي بتستخدم ايه في الريال وورلد. طيب خلينا نشوف بقى، طبعا لو انت جيت تشوف التقسيمه كده بتاع عدد الهوستس، يعني الكلاس اي لوحده واخد 50% من عدد الهوست. ليه؟ لان هنا واخد 3 اوكتت من الجزء كله على بعضه، ماشي؟ طيب وليه واخد 50%؟ لان طبعا لو انت حسبت يعني من اول الرينج اللي هو من 000 لحد 127 000 هتلاقيه واخد النص بالظبط، والكلاس بي هتلاقيه واخد ايه 25%، كلاس سي هتلاقيه واخد 12.5%، وبعد كده دي وايه الاثنين واخدين ايه 12.5%. طيب طبعا مين اللي بيعمل اساينمنت للاي بي ادريسز ديت؟ اللي هي من منظمات بقى، منظمه اسمها الايانا، ماشي، ومنظمه ثانيه اسمها الايه الار اي ار اس، دي حاجات مسؤوله عن انها تاساين الاي بيز لل لافريقيا واستراليا وامريكا والكلام ده كله. هي المسؤوله عن توزيع الاي بي هات ديت على الناس دي كلهم او الاجزاء الموجوده في العالم ده كله، ماشي. النتورك سيجمنتيشن اللي هو بمعنى اصح اللي هو سبنيتنج يعني، ولجأنا ليه تعال نعرف المشكله الاول بعد كده نشوف ايه هي بتتحل ازاي. طيب بيقول لي هنا معلومه ان ميني بروتوكولز يوز برودكاست اور مالتي كاست، فبيحصل حاجه اسمها الار بيوز برودكاست تو لوكيت اذر ديفايسز، يعني من ضمن الموضوع بتاع البرودكاست والمالتي كاست في حاجه اسمها ارب، والارب ده احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. الارب ده اللي هو بيبدا جهاز يبعت ارب ريكوست لكل الناس الموجوده عنده في الشبكه عشان يعرف الماك، عشان يعرف الاي بي بتاع الشخص ده، او عشان يعرف الماك ادرس بتاع الشخص ده، فهو بيبعت بالاي بي عشان يعرف الماك. فطبعا كل الاجهزه الموجوده عندك في الشبكه بتستلم الرساله دي، واللي هو صاحب الاي بي كده انت بتعمل اسمها البرودكاست دومين. يعني عندك الجزء ده تفرق بقى كل سويتش من ده متوصل عليه مجموعه اجهزه، يعني ده متوصل جهاز، ده متوصل جهاز، وده متوصل جهاز بشكل كده كده، كل ده متوصل عليه مجموعه اجهزه. وانا دلوقتي عاوز ابعت رساله للجهاز الموجود هنا كده، عاوز ابعتها ايه للجهاز الموجود هنا كده، وطبعا الجهاز اللي هنا مش معاه الماك ادرس بتاعه، ماشي، على الاي بي بس، فهيضطر يبعت لكل الناس الموجوده عندك في الايه في الدومين ده كله. يعني هيبعت لكل الناس الموجوده الجزء ده، الجزء ده كله على بعضه، ماشي. طبعا هنا اول ما يجي يبعت للراوتر، الراوتر هيوقف مش هيكمل، يعني مش هياخد الرساله بتاعته ويبعتها للناس الثانيه، لا ده هو بيقف عنده، يعني بيقطع من هنا ايه موضوع الارب ده، ماشي. فكل الارب ريكوست هيوصل لكل الاجهزه المتصله على السويتشات دي عشان يشوف هو مين صاحب الايه، مين صاحب الاي بي ده عشان يرد عليه بالماك ادرس. فطبعا ده بيسموه البرودكاست دومين، يعني الجزء ده كله بيحصل فيه حاجه اسمها برودكاست ايه، برودكاست ريكويست، ماشي، يعني الناس دي كلهم بيتنادى عليهم يعني، تمام. طيب فلما الناس دي بيتنادى عليهم بيحصل هيدك، يعني بيحصل هيدك في الـ في الـ في النتورك دي، تمام.
طيب يقول هنا هوست سند دي اتش سي بي جزء تاني يعني من الاجزاء اللي بيحصل فيها برودكاست ان ممكن هوست معين هنا كده يبقى عاوز اي بي ومش عارف يحط اي بي فيعمل ايه يقوم باعت ريكوست ديسكفر كده للناس اللي موجوده عنده كلها عشان يشوف هو مين اللي بيدي ايه مين اللي بيدي اي بي فنكتشف فنفترض مثلا انت عندك هنا سيرفر ايه سيرفر متصل هنا كده فلازم الهوست ده يوصل للسيرفر ده عشان السيرفر ده يبعت له ايه يبعت له اي بي يقدر يتعمل له اساين عليه ماشي فبرضه بيعمل هيدك ليه لانه بيبعت لكل الناس اللي موجوده هنا عشان يشوف برضه هل ده سيرفر هل ده بيدي دي اتش سي بي سيرفيس هل ده بيبعت دي اتش سي بي سيرفيس وهكذا فبرضه بيحصل هيدك طيب تعالى تاني بيقول لك سويتشز بروباجيت برودكاست اوت اول انترفيسز السويتش نفسها كمان لما بتيجي تبعت رساله مش عارفه الاوت رايحه فين او مش عارفه رايحه فين بتبعت الرساله دي لكل الناس اللي ايه كل الناس اللي هي متصله بالبورت بتاعتها ما عدا البورت اللي دخلت منها بس رساله فطبعا ده برضه بيحصل ايه بيحصل هيدك طيب بيقول لي the only device that stops the broadcast is router يعني راوتر ده هو الجهاز الوحيد اللي بيوقف حاجه اسمها بودكاست اول ما يجي عنده حاجه اسمها بودكاست يقوم ايه يقوم قافلها مش معديه طيب each router interface connect to a broadcast domain يعني each router زي ما انت شايف كده بيتصل ب بودكاست دومين زي ما هو متصل بالانترفيس دي ماشي and only propagated within that specific broadcast يعني ما بيعديش الايه ما بيعديش ريكوست اللي جاي من البرودكاست ده يعدي الناحيه الثانيه ما بيعدوش الانترنت طيب ايه المشكله بقى في الكلام ده كله المشكله بقى في الهيدك بتاع الكلام ده كله فعاوز ايه عاوز الهدف بتاعه يعني ان هو بيقول لك هنا ان الجزء ده كله واخد جزء كبير يعني واخد شبكه واحده ومتقسمه على ناس كتير جدا فحد لما يجي يبعت رساله بيبعت للناس اللي موجوده عندك في الشبكه دي كلها فانا مضطر دلوقتي اقسم الناس دي لمجموعه شبكات ليه عشان اقلل في الدومين بتاع البرودكاست ده يعني لما اخلي مثلا الجزء ده كله في لان لوحده والجزء ده في لان لوحده وده اخليه في لان لوحده فلو حصل بودكاست هنا يبقى ده ملوش دعوه بمين ملوش دعوه بده ملوش دعوه بده ليه لان ده المفروض هيتوصل بده عن طريق راوتر اتفقنا ان الراوتر بيقفل ايه بيقفل البودكاست يطلع عليه يبقى كده البودكاست اللي هيحصل هنا او البودكاست من اللي هنا ملوش علاقه بالدومين كاست بالبودكاست اللي ايه اللي موجود هنا والبودكاست الموجود هنا فهمنا كده الدنيا ماشيه ازاي يا شباب اتمنى ان الدنيا ايه تكون وضحت في الايه في المثال ده ماشي فبيقول لي الهدف بتاعي اللي انا عندي مثلا اللام بتاعتي كبيره بالشكل ده كده فانا اقلل في البودكاست دومين ده هقسم الشبكه بتاعتي او اقسم الجزء ده لمجموعه اجزاء مثلا دول 400 جهاز متصلين ببعض على نفس الشبكه ماشي هم اقسمهم ل 200 و200 ادي 200 جهاز و200 جهاز وهم موصل الشبكه الاولى على انترفيس من راوتر والشبكه الثانيه على انترفيس من راوتر عشان لو حصل هنا برودكاست دومين يبقى جزء بسيط حتى لو بعت رسائل يبعت لجزء بسيط ما يبعتش لكل الناس وده برضو ايه ده لو بعت اي رساله برودكاست يبعت لناس بسيطه برضو ما يبعتش لكل الناس يبقى انا دلوقتي قللت في العدد بتاع مين قللت في عدد البرودكاست ريكويست اللي بتوصل ليه للدومين الموجود عندي اتفقنا هنا ان احنا عندنا حاجه اسمها البرودكاست دومين وعاوزين نقلل في البرودكاست دومين ده بحيث لو حد بعت ارب ريكويست مثلا او السويتش عاوز يبعت رساله وهو مش عارف هو يبعتها لمين فالمفروض ان هو يبعت لكل الاول عشان نشوف هو بعت لمين او لو حصل يعني ايا كان السبب يعني البرودكاست دومين عشان نقلل البرودكاست دومين ده فالمفروض تقسم الشبكه بتاعتك دي الى مجموعه شبكات بالشكل ده كده وانت ما معكش الا اي بي واحد بس اللي هو مثلا 172.16.0.0 انت بتشتري اي بي واحد بس ريال والمفروض تقسم الناس دولت الى مجموعه شبكات بالشكل ده كده عشان ما تدفعش فلوس كتير لان طبعا الاي بي الواحد لما بتيجي تحجزه بتدفع له فلوس فانا دلوقتي لو اشتريت اثنين يبقى انا دلوقتي مضطر اعمل ايه لو اشتريت اثنين مضطر ادفع فلوس زياده وانا مش عاوز اعمل كده طيب فانت بتستخدم حاجه اسمها سيجمنتيشن او سبنيتنج بحيث انك تقسم الشبكه بتاعتك الى مجموعه شبكات طيب تاني احنا دلوقتي لو عندنا شركه في الشكل ده كده الشركه دي فيها كام طابق فيها 5 طوابق وانت المفروض كل طابق من ده يكون ليه لان لوحده ما ينفعش تحط كل طابق دي كلها في لان واحده عشان البودكاست من دي فيحصل مشاكل هيحصل كوليجنز تبقى تبعت رساله من مكان لمكان او تبعت ارب ريكوست هيبعت لكل الطبقات دي كلها مكان الكلام ده كله غلط طيب انت معاك شبكه واحده بس وانت محتاج تقسم الشبكه الواحده دي الى مجموعه شبكات بحيث ان كل واحد من ده ايه ياخد الرينج بتاعه المسموح له فيه فقط لغير ده معنى السبليتنج نفس الكلام
حاجه شبه الحاجات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت او السلايد اللي فاتت، يعني اللي انت بتقسم مجموعه جروبس مثلا، او كل فانكشن بيبقى ليها ايه، بيبقى لان لوحده، كل مثلا جزء في الشركه بيبقى لان لوحده حتى لو في نفس الطبق، يعني مفيش اي مشكله. وبرضه نفس الكلام اهوت، لو مجموعه ديفايسز وانت عاوز تقسم الديفايسز الخاصه بالهوست والديفايس الخاصه بالبرينترز ودي الديفايس الخاصه بالسيرفرز، فانت تعمل لكل واحد من ده لان لوحده برضه عشان تقلل في البرودكاست ترافيك اللي هو ايه، اللي هو هنا بيقول ايه، سبليتنج ريديوس ذا نمبر اوف ديفايسز افكتد باي ابنورمال برودكاست ترافيك، اللي هو بقى الكوليجنز اللي بيحصل نتيجه البرودكاست الموجود عندي. ماشي، سبليتنج دي حاجه مهمه جدا، او سبليتنج في النتورك حاجه مهمه جدا عشان تقلل في البرودكاست ايه، البرودكاست ترافيك اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده. طيب مثلا البريفكس لينس بتاعك اللي هو 8، فانت المفروض عارف دلوقتي انت اول 8 بيت دول خاصين بمين، خاصين بالايه، بالنتورك، والباقي ده كله خاص بالايه، بالهوستس. فطبعا ده هيديك عدد هوست اللي هو 16,777,214. عرفت منين الكلام ده؟ عرفت ان انا بجيب عدد الهوستس دول كلهم اللي هو 2 اس 24 وتنقص منهم 2. طب عاوز تتاكد، تعال اتاكد، هات الكالكوليتر بتاعتك. لو انت جبت الكالكوليتر كده وقلت له انا عاوز 2 اهوت، خلينا هنا كده، انا عاوز 2 اس 24 ماشي ناقص 2، واحنا اتفقنا بقى ناقص 2 ديت اللي هي واحده لي النتورك وواحده لي البرودكاست. فطبعا هتلاقي نفس الرقم اهوت، 16,777,214 ده عدد الهوسس المسموح اللي هو كلاس ايه، ده كلاس ايه طبعا. ماشي، طيب نفس الكلام لو انت عندك باك سلاس 16، فانت عندك الجزء ده اللي هو الخاص بالنتورك اللي هم الاثنين دول، عندك 16 بيت خاصين بالنتورك وعندك 16 بيت ثانيين خاصين بالايه، بالهوست. بس طبعا هتبقى عندك 2 اس 16 ناقص 2 هيديك 65,534. ماشي، دول عدد مين؟ دول عدد الهوسس اللي موجودين عندنا هنا، وعدد النتوركس اللي هو 65,536 دي عدد الهوسس. طيب لو انت معاك سلاش 24 عاوز تعرف مين الجزء الخاص بالهوسس والجزء بتاع النتورك، هتلاقي ان انت عندك السلاش 24 ده ان هو بياخد الجزء الاولاني ده كله اللي هو 24 بيت كلهم خاصين بايه، بالنتورك، والجزء الاخير ده اللي هو خاص بايه، بالهوست. عندك كام جهاز مسموح لكل شبكه دول؟ 254 بس، ان انت عندك 2 اس 8 250 جهاز مسموحين لكل شبكه من دول. بس انت عندك هنا شبكات كتير جدا، شبكات كتير جدا دي قد ايه؟ يعني انت عندك هنا شبكات 2 اس 24، يعني انت عندك 16,777,216 ماشي. فطبعا الموضوع عكسي زي ما احنا، كل ما بتزود في عدد البيت بيقول لك هنا لو انا عندي 10,000/8 عاوز اعمل له سبليتنج باستخدام 16. يعني انا مثلا دلوقتي، طيب احنا عندنا دلوقتي شباب 10,000/8، فطبعا دي لو انت جيت تبص لها كده هتلاقي ان انت عندك الجزء الخاص بالنتورك اللي هو 2 اس ايه، 2 اس 8 اللي هو ايه، مديك 256 ايه، 256 نتورك. وعندك الجزء بتاع الهوسس لكل نتورك من دي هيديك 2 اس 24 ناقص 2، فطبعا هتديك ايه، 16,777,266 اللي هو رقم 200 قصدي و16. طيب لو انا دلوقتي عاوز شبكات اكتر، يعني عاوز عدد شبكات اكتر من ال 200 من 254 دول، اعمل ايه؟ فانت مضطر دلوقتي تعمل حاجه اسمها سبليتنج، مضطر تاخد تستلف من الايه، تستلف من الاوكتت اللي جنبك ده. طيب لو انت استلفت منه بالشكل ده كده، انا لو استلفت الثمانيه دول على بعض يبقى انا كده عملت ايه، سبليتنج، حولت الجزء بتاع النتورك ايه، بدل ما هو 8 هيبقى 16. طيب تعالى نشوف دلوقتي اللي هو اتقسم ليه 16، ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك اول نتورك عندك اللي هي 10,000، خلي بالك انا واخد الجزء ده كنتورك، دي اول جزء عندك اللي هو السبنت ادرس بتاعك اللي هو 10,000 سلاش 16. اول اي بي في الكلام ده كله هيبقى عباره عن اللي هو ده اللي هو 10,001 ماشي، واخر اي بي هيبقى 10,055,254. طبعا هنا ما بغيرش في الجزء بتاع النتورك، انا دلوقتي بجيب ايه، ده اول هوست موجود عندي في الشبكه وده البرودكاست ماشي. انا كده بعمل سبليتنج من 8 ل 16، يعني هعمل بورو ل 8 بت ماشي، هعمل بورو ل 8 بت كاملين.
يبقى دلوقتي ثبتت عندي اول شبكه اللي هي 10 0 10 0 0 0 ماشي، دي اول شبكه يبقى 10 1. يبقى انا اغير بقى، هغير في مين دلوقتي؟ هغير في الجزء التالي لحد ما اوصل ل 200 ها 255. يعني هتلاقي بص كده عندك هنا 10 لحد 255، وده عندك اخر بيت رقم موجود عندي ماشي. وبعد كده عندك اول اي بي موجود في الشبكه دي اللي هو 10255.01 و10255.255.254، ده اخر اي بي يبقى موجود عندك في الشبكه دي. وبعد كده البرودكاست بتاعك اللي هو بالشكل اللي انت ايه اللي انت شايفه ده كده ماشي كده يا شباب. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ زودت عدد السبنتس بتاعتي، بدل ما هي كانت 254 ده انا خدت كمان ايه، خدت كمان رينج جنبها اهوت، بقوا كام على بعض كده؟ بقوا 2 اس 16. يبقى انا دلوقتي ايه بقى عندي 2 اس 16 سبنت ماشي. طيب بس خلي بالك دلوقتي انا خدت ال10، يعني انا خدت 10 بس من هنا من هنا من الجزء ده كده واشتغلت عليه. يعني انا عندي الاي بي ده عملت له سبنت من 8 لايه 16. طيب خلي بالك وانت ماشي هنا برضه، انت ماشي هنا اهو 10 0 0 0 ده بقى عمل ايه بقى؟ ده عمل سبنتنج لل8 بكام؟ ب24. يعني عمل ايه؟ خد التو بورشن دولت اللي هو الجزئين بتوع الهوست دولت دخلهم على مين؟ دخلهم على النتورك. بقى الجزء ده كله خاص بالنتورك ماشي. طيب والجزء الاخير بس هو اللي خاص بالايه بالهوست. يبقى عدد الهوستس اللي هيبقى مسموح بيها كام؟ هيبقى 2 اس 8 ناقص 2 اللي هو 200 ايه 254. طيب وعدد والجزء بتاع النتورك بس هو مين؟ هو الجزء ده، ده الجزء اللي بيتغير في النتورك وده الجزء اللي بيتغير في ايه في الهوست. طيب يبقى اول هوست موجود عندي اللي هو 10 0 0 1 واخر هوست موجود عندي اللي هو 10 0 0 ايه 254 والبرودكاست بتاعك بالشكل ده كده. طيب تاني نتورك موجود عندي هيبقى 10 0 1، يعني كل مره هتبدا تغير في ده بقى. بعد ما تخلص دولت تبدا تخش ايه على تغيير ده ماشي. طيب يبقى انت كده اخدت ايه، اخدت الجزئين دول كده واستفدت منهم مع ال10 الاساسيه بتاعتك عشان تزود عدد النتوركس ماشي، وتقلل في عدد الايه في الهوستس بتاعتك عشان تستفيد من الاي بي بتاعك ده، الاي بي اللي انت مشتريه ده ماشي. يبقى اي بي واحد انا ممكن اقسمه الى 16 اقسمه ل 24 براحتي عادي جدا ماشي. طيب ده سبنتنج اللي هو الجزء العادي، ده مش فاريبل لينس، ده سبنتنج اللي هو الستاتيك اللي هو بيتقسم يا اما 8 اقسمه 16 او 24 ماشي، او لو انا عندي 16 اقسمه ل 24 ماشي. طيب لو انا عندي مثلا حاجه بالشكل ده كده، لو انا عندي بقى 24 ممكن اقسمه ل 25 و 26 و 27 و 28. ازاي ان انا بعمل بورو؟ يعني انا مثلا لو عندي ال 24 ده فالمفروض ان انا عندي 24 بيت خاصين بالايه بالنتورك. لو انا استلفت واحد من الهوسس يبقى عدد البيتس بتاعت النتورك بقت كام؟ بقت 25. يبقى دلوقتي البريفكس لينس بتاعي يبقى 25 زي ما احنا شايفين كده، والسبنت ماسك بتاعك بدل ما هو 255 255 255 0 هتلاقي ان انت عندك الجزء اللي انت استلفته ده حط مكان واحد عند السبنت ماسك قيمته كام؟ قيمته 128. يبقى انا احط هنا ايه 128. طيب لو انا استلفت اثنين من دول، استلفت اثنين من الجزء بتاع الهوست بقوا تبع النتورك، يبقى دلوقتي لو انت جيت عوضت عن دول كده بالديسمال هتلاقي 128 و 64 يديك 192، يبقى السبنت ماسك الجديد بتاعك 192 ماشي. طيب لو انت استلفت ثلاثه، الثلاثه دولت لو زودتهم على 24 يديك 27. يعني انت ممكن تعمله سلاش 20 سلاش 27، او ممكن تقول له 128 و 64 و 32 يديك 224، ده السبنت ماسك بتاعي تمام كده. طيب بس خلي بالك كل مره عدد السبنتس بيزيد معاك وعدد الهوستس بتاعتك بتقل. ليه بقى؟ لان مثلا لو 2 اس 5 ناقص 2 يديك 32 ناقص 2 فيديك 30 هوست بس، لكن الجزء بتاع السبنتس اللي هو الجزء انت استلفته عدد السبنتس اللي انت استلفتهم اللي هو 2 اس 3 فيديك 8 بالشكل ده كده ماشي. طيب لو انت استلفت 4 يبقى عدد السبنتس اللي انت هتشتغل عليها اللي هو 2 اس 4 فيديك 12، يديك 16 سبنت ويديك برضو ايه 16 ناقص 2 هوست، لان يعني اتفقنا الاثنين دولت بيتحجزوا ايه حاجات معينه. طيب لو استلفت من دولت 5 يبقى 2 اس 5 يديك 32 سبنت مختلفة او 32 شبكة مختلفة من نفس الاي بي ده اللي انا شغال على الاساسي، ويديك لكل سبنت دي يديك ايه؟ يديك 6 اجهزة بس 6 هوست. ليه؟ لان 2 اس 8 ناقص 2 فيديك 6. طيب وده 2 اس 2 فيديك كام؟ 4 ناقص 2 فيديك 2 هوست بس، والعدد بتاع السبنتس بتاعتك اللي هو 2 و2 و2 يعني 2 اس 6 فيديك ايه؟ 64.
سبنت. يبقى انا دلوقتي لو عندي اي بي واحد بس، ممكن اي بي واحد بس 24 ممكن اقسمه بالاجزاء دي كلها على حسب الريكويرمنتس بتاعتي، على حسب بقى انا محتاج ايه، كام جهاز في كل ايه، في كل سبنت. يعني انا مثلا لو محتاج اربع شبكات وكل شبكه مثلا فيها 60 جهاز، فانا ايه مضطر ايه اشتغل على السبنت ده. طب لو انا محتاج مثلا محتاج مثلا 16 شبكه وكل شبكه فيها 10 اجهزه، فانا ممكن ايه اختار الجزء ده كده، تمام؟ على حسب الريكويرمنتس بتاعتنا بنبدا نقسم ايه بالتقسيمه اللي احنا ايه اللي احنا عاوزينها. فده السبنتس ايه، لو انا عاوز اقسم 24 لاكتر من كده، يعني عدد النتوركس بتاعتك، نتورك بروشن بتاعك بيزيد وعدد الهوست ايه بيقل، عشان اعمل سبنتس اكتر من كده. طيب ده اللي هو ايه، ده اللي هو الاستاتيك سبنتنج، او السبنتنج اللي هو اللي هو مش 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 متغير، بيبقى ثابت. يعني ايه ثابت؟ يعني لو انا استخدمت سبنت بالشكل ده كده، يبقى انا مضطر، يبقى لازم يكون عندي عدد السبنتس بتاعتي 32، وكل سبنت من دي هتاخد 6 اجهزه بس، مفيش فرايتي في الموضوع. يعني مفيش واحده هتاخد 10 والثانيه هتاخد 5 والثالثه هتاخد مش عارف ايه، لا هم كلهم هياخدوا 6. لو خدت بقى اقل منهم 6 الباقي مش مشكله، بس اهم حاجه كل واحده من دي هيبقى معاها 6 اماكن بس، 6 هوست بس. فده الايه، ده شغل ستاتيك، تمام؟ لكن في بقى حاجه ثانيه اسمها ايه، الفاريبل لينس، لسه هنشرحها كمان شويه. طيب اللي هو الموضوع بقى ايه، طبعا لو انت عاوز تقسم ال 16 بقى تقسمهم، لو انت عملت مور مثلا ل 1 بيت، لو انا عملت مور ل 1 بيت من الجزء بتاع الهوست، يبقى عندي دلوقتي كام سبنت ممكن استفيد منهم، 2 سبنت، وكام هوست اللي هو الجزء الباقي كله بقى، اللي هو الجزء الباقي ده كله اللي هو ال 8 وال 7 15، يعني 2 اس 15 ناقص 2 فيديك العدد ده، ماشي؟ ونفس الكلام بقى لو انا استلفت 2 هيديني كام هوست، كام قصدي سبنت، هيديك 4 سبنت. يعني انا معايا نفس الايه، معاك السبنت ماسك ده، ماشي؟ فتقدر تقسمه، او تقدر تقسم النتورك ادرس بتاعته الى 4 سبنتس بالشكل ده كده، ويبقى عندك لكل سبنت عدد 16382 بالشكل اللي انت شايفه ده كده. يبقى لو عملت 19 20 21 22 وهكذا لحد ما توصل ايه، لحد ما تخلص الاي بي بتاعك كله او النتورك ادرس بتاعك كله. يبقى انت دلوقتي تعمل حاجه اسمها سبنتنج لمين؟ سبنتنج ال 16 بس بقى 17 18 بقى 19، هيبقى لك بيت واحده بس للهوست. فلما تيجي تحسب بالكالكوليشن بتاعك هيبقى 2 اس 1 ناقص 2 هيديك 0. وطبعا ده ما ينفعش عدد هوستس يديك 0 في شبكه، يعني ده حاجه غلط. يعني انت المفروض اقل حاجه 2، عشان انت عاوز واحد للنتورك وواحد للبرودكاست، ماشي؟ فما ينفعش استلف ايه، ما ينفعش اما استلف اسيب واحد بس في الهوست ولا اسيب 2 حتى. ليه؟ لان لو سبت 2 هقول له 2 اس 2 ها هيديني كام؟ هيديني 4 ناقص 2 هيديك 2، وده اقل عدد مسموح بيه هو واحده للبرودكاست وواحده للنتورك. يبقى انت كده مش هتاخد ولا واحده للهوست، انت ما عندكش مساحه للهوست اساسا. يبقى انت هتشتغل بقى على النتورك والبرودكاست بس، ما ينفعش برضه تعمل حاجه تنفعش توصل 30 واقف ما كملش، ما خدش 30 ولا 32. طيب الكريت ميت سبنتس ويز سلاش 16، يعني انت بيقول لك بقى الريكويرمنت بتاعتك، يعني انت عاوز 100 سبنت ماشي، وانت معاك بريفكس 16، فتحسبها ازاي؟ بكل بساطه هتشوف عدد الهوستس، عدد البيتس بتاعت الهوست اللي انت هتستلفهم. 2 اس كام؟ كام؟ ماشي؟ ناقص 2 يديك رقم اكبر من او يساوي كده، ازاي دي؟ اكبر من او يساوي كده ال 100، ماشي؟ 2 اس كام ناقص 2 يديك رقم اكبر من او يساوي ال 100، تعمل ايه؟ كده هتلاقي اقل هو 36، طبعا 64 مش هينفع. طيب بما ان دلوقتي مضطر استلف كام، تسال نفسك سؤال، مضطر استلف كام بت؟ مضطر استلف 7 بت، لان 2 و7 ايه ب 128. يبقى انا لازم استلف 7 بت من الكلام ده كله، هو 1 2 3 4 5 6 7 اللي هم الجماعه دول كلهم، استلفهم مع الجزء بتاع النيتورك عشان يديني عدد ايه، عشان يديني عدد السبنتس اللي انا محتاجها، ماشي كده يا شباب؟ خلي بالك ان ديت ايه، دي 2 اس ايه، دي مش ناقص 2 لان احنا ما بنحسبش عدد الهوست، احنا بنحسب عدد السبنتس. فالقانون بتاع السبنتس اللي هو الايه، 2 اس كام اكبر من او يساوي الايه، ال 100 بتاعتي، ماشي كده؟ يبقى انا مضطر استلف كام بيت من هنا، 7 بيت
عشان يدخلوا في الجزء بتاع النتورك عشان يديني كام سب نت، يديك 100 سب نت. طبعا هو مديك 128 بس ده اقل عدد، اللي هو 128 ده اقل عدد ممكن اخده او اشتغل عليه عشان يديك ال 100 بتاعتك، ماشي؟ فده ايه، ده الايه على حسب ريكويرمنت الايه الموجوده قدامي برضه. طب لو انا محتاج 1000 سب نت، تسال نفسك سؤال، هستلف كام بيت من الهوست عشان يديني 1000 سب نت او اكتر؟ لما تيجي تحسبها كده هتلاقي 2.7 مش هينفع، 2.8 256 مش نافع، 2.9 512 مش نافع، ماشي؟ 2.10 يديك 1024. ال 1024 دي اكبر من ايه؟ اكبر من 1000. يبقى انا دلوقتي اقدر استلف كام؟ استلف 10 بيت. يبقى انا مضطر دلوقتي استلف 8 من كلهم، استلف 2 كمان من ايه؟ من اللي بعد، عشان يديني ايه؟ يديني العدد اللي انا عاوزه ده، 1000 سبنت اللي انا ايه اللي انا محتاجهم دول. خلي بالك الاسئله دي بتيجي في الامتحان زمان بنتكلم كده، يقعد يشرح لك كده ويقول لك انا عاوز 1000 سبنت وعاوز مش عارف كام هوست، يبقى انا مضطر استلف كام والكلام ده كله. طيب ده اللي هو ايه؟ اللي هو على حسب الريكويرمنت زي ما احنا اتفقنا بالشكل اللي احنا ايه اتكلمنا عنه. ده نفس الكلام بيعيد في نفس الكلام اهوت، بيقول لك تو كونسيدريشن، بتاخد الكونسيدريشن الاولاني اللي هو ذا نمبر اوف هوست ادريسز ريكوايرد فور ايتش نتورك، اللي هو بتسال انت عاوز كام جهاز لكل نتورك وعاوز كام سبنت ايه انت محتاجها. فمثلا لو انت معاك السلاش 24، لو انت قسمتها الى 25 يعني استلفت واحد بس، فانت كده مسموح لك بعدد 2 سبنت بس وعدد الهوست بتاعتك 126، ماشي؟ لان اصلا لما كان هو 24 كان كلهم على بعض 254، ف 254 لما تقسمه على 2 سبنت هيبقى 126 لكل واحده، تمام؟ طب لو انا استلفت 2، يبقى انا دلوقتي معايا 2.2 سبنت، اللي هو عدد السبنت بتاعتك ب 4. طب ال 254 دول لو تقسمه على 4 فيديك 62 جهاز، ماشي؟ يبقى كل سبنت من دي هتحتاج 62 جهاز. طب انا استلفت 3، يبقى 2.3 يديك 8. طيب 254 على 8 يديك ايه؟ يديك 30، ماشي؟ يبقى كل سبنت من دي بتحتاج 30 جهاز، وهكذا بقى. كل ما تستلف اكتر كل ما عدد السبنت بيزيد، وكل ما عدد الايه الهوست ايه بيقل معاك على حسب القانون اللي احنا ايه اتفقنا عليه. القانون بيقول 2 اس ايه 2 اس ان ده يديك عدد السبنتس، ماشي؟ ده عدد السبنتس، و2 اس الاتش ناقص 2 ده يديك عدد ايه عدد الهوست، ماشي كده؟ لحد هنا كده يا شباب في اي مشكله؟ عشان هنخش في موضوع احسن، يعني موضوع اكبر من كده شويه. لحد هنا كده في اي سؤال؟ في اي اشكاليه؟ منتظر اي سؤال. باشمهندس طب لو سمحت، هو ممكن يكون الشخص مش محتاج ان هو يعمل عدد شبكات يبقى فيها عدد الهوست يكون كلها متساوي فيها؟ يعني انا مثلا ممكن يبقى عندي ايوه ما هو ده بقى محتاج اعمل فيها عدد معين. هو ده اللي احنا لسه هنتكلم فيه، ماشي؟ ما هو ده اللي احنا لسه هنتكلم فيه، حاجه اسمها ال VLSM اللي هو الفاريبل لينس سبنت ماسك، اللي هو لكل واحده من دي، لكل شبكه من ديت الشخص محتاج دي 20، ده محتاج 20 جهاز، ده محتاج مثلا 60 جهاز، ده محتاج 100 جهاز. ده اسمه ايه؟ ده اسمه VLSM، ده اللي لسه هتكلم عنه في اخر المحاضره، ماشي؟ تمام. هاخد مثال كده هنعمل له الكالكوليشنز بتاعته كلها ونحسبها يعني. طيب خلينا نكمل.